صباحكم نور وخير وبركة لإلكم ولكل مستمعينا والمشاهدين على تلفزيون نورسات للومير وعلى صفحتنا على نورسات جوردن. بنصبح عليكم أنا والأب جورج شرايح اللي بيرافقنا روحيا في هذه الحلقة والحلقات أيضا الماضية. كم حلقة صرنا عاملين هاي السنة؟ يعني 90، أبواب 90 إن شاء الله، 100 والأكثر كمان إن شاء الله. طبعا احنا في البداية حابين نعايد عليكم، هاي الحلقة خاصة يعني في المعايدات ومعايداتكم ومعايدات كمان رؤساء كنائسنا واللي بيحبوا يتواصلوا معنا ويتصلوا معنا، اهلا وسهلا فيهم بمعايداتهم، اللي بيكتبوا كومنتات كمان، التعليقات كمان بيرسلوا تعليقاتهم معايداتهم، احنا بنحاول نقرأها هلا تباعا. فمنصبح من صبح عليكم من قلكم قيامة مجيدة، المسيح قام حقا قام ونحن شهود على ذلك. ولما بنحكي المسيح قام لازم من كل قلبنا بإيماننا بكل ثقة نقول المسيح قام حقا قام. وبعد شوي بنتكلم على موضوع القيامة أنا وأبونا جورج شرايحة، ما معنى القيامة وما معنى الفصح وما معنى كل هاللاهوتية، المعاني اللاهوتية والمعاني الإنسانية والمعاني الروحانية، كمان المشاعر يعني من خلال الصورة المبهجة لاحتفالاتنا. وطبعا تزينت كنائسنا بهذا العام بحضور الكثيف من المؤمنين لحضور الشعائر الدينية بعد غيبة سنتين يعني من الحرمان. بصراحة يعني الشعب كان طواق متعطش لهذا الحضور، فكنائسنا كانت مليانة، إن كان خميس الأسرار والجمعة العظيمة وسبت النور وأحد الفصح كمان، وعند كمان الشرقيين الثاني يوم العيد بيسموا اثنين البعوث. كمان نفسر شو معنات اثنين طبعا البعوث كمان بالكنائس الأرثوذكسية. كل عام وانتم بخير، قيامة مجيدة. وبداية قبل ما نحن ندخل في مواضيعنا ونغوص في أعماق حلقتنا بنطلب البركة يا أبونا، بركة فصحية هيك بكل معنى الكلمة نعطيها للناس والمشاهدين واللي بيتابعونا. تفضل. المسيح قام حقا قام، المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموتى بالموت وهب الحياة للذين في القبور. نشكرك يا رب على هذا الصباح المبارك، نطلب منك قيام فصحية حقيقية في حياتنا، في حياة جميع المؤمنين، لتكون قيامة الرب يسوع المسيح انتصار وغلبة على ظلام العالم وعلى خطايانا، كي نتجدد بحياتنا معك من الآن وإلى الأبد. آمين 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 يا رب. طبعا زي ما بقول الطيور المغردة في هذا الصباح معنا واللي عم بتشاركنا حلقتنا لهذا اليوم، بنقول لفريال خوري صباحكم منور بنور يسوع المسيح، بنقول لك كل عام انتم بخير. ورورو الياس وريت البه الطنوس صباحكم نور. اسماء قر الرب يبارككم كل عام وانتم بخير وانت بخير يا اسماء. البير جورج طنوس وشيرين الحجازين وليلى دياب بنقول لكم صباحكم نور. بسام الحمود وخالد أبو نتلي حجازين وكل سنة وأنتم سالمين. سوزان خوري وأيضا بلال بلالي وهاني طوباسي صباحكم نور. وحقا قام ونحن شهود على ذلك، نعم بالفعل يا رورو الياس. ولم يا سمور وزكريا رجاوي ونيلي مريب دافش غالب يا مدي كل دافش غالب ياكو ياكو وعبد المالك اسحاق حاضر والشيخ احمد وايضا سوزان خوري كل سنه وانتم سالمين يا رب منور يا ابونا. ولم يا سمور والطاهر ادم عبد المحمود ادم عبد المحمود وطاهر طاهر مريم نريمان ضبيط وأبو منة ورشا يوسف وإلسي رايا وأيمن عياد وليلى حداد وصونيا فارس من قول صباحكم نور. وفي
فريد حنا المسيح قام حقا قام، نتمنى أن نكون شهود حقيقيين لقيامته في حياتنا. مرفت جنحو الآن تشاهدنا، صباحكم نور جميعا، المسيح قام حقا قام. ورح اتباعا كمان نرسل ونستجيب لمعايداتكم. أبونا لما نقول المسيح قام حقا قام ونحن شهود على ذلك، متى أتت هذه الجملة وكيف أتت وشو المناسبة اللي عم لإجاءت فيها؟ وبعدين إحنا مؤخرا صرنا نصر على هاي الجملة أكثر من إن هابي إيستر وكل سنة سالمين كل عام بخير، لا نقول المسيح قام ونركز عليها بالضبط. يعني من اللحظة التي دخلت فيها المريمات إلى القبر، نعم، وقد وجدوا أن القبر فارغ، فارغ، وخاطبهم الملاك وقال لهم ليس ها هنا قد قام. راحوا يركضوا على الشباب التلاميذ بالعلية صهيون المتخبيين خوفا من اضطهاد اليهود. المسيح قام بين الأموات، داس الموت وقام. شو بتحكوا ما؟ قال لهم توما أنا هذا الحكي كله ما بصدقه، أنا إذا ما شفته بعيوني ما بصدقه، إذا لم أضع إصبعي مكان المسامير لم أصدق. لذلك أتى يسوع وقال له لا تكن يا توما غير مصدقا بل مؤمنا، تعال وضع يدك، وطوبى لكل من آمن ولم يرى. يعني إحنا اللي آمنا من خلال هاي العبارة اللي تناقلت من آلاف السنين وصلت إلينا، شهادة الصبايا اللي كانوا مع يسوع وشهادة التلاميذ فيما بعد، ومن ثم القيام علامات القيامة اللي من ثم مع تلميذي عماوس، وفي أكثر من 70 شخصا فيما بعد ظهر يسوع. هذه هي العبارة الأساسية، وهي فحوى العقيدة المسيحية. يقول في هذا الصدد القديس بولس لو لم يقم يسوع المسيح من بين الأموات لكان إيماننا باطل. نعم. فالمسيحية الركيزة الأساسية اللبنة الأساسية وحجر الزاوية هي قيامة يسوع المسيح، وكل الأشياء الثانية هي لتثبيت هذه العقيدة. كل الأعياد تدور حول الفصح. نعم. الفصح هو بداية الأعياد ونهاية الأعياد. نعم. حتى يوم الأحد احنا بنعتبره هو يوم قيامي، يعني يوم الفصح. نعم. يعني كل أحد عندنا فصح، مش بس انه الفصح اللي بيجي بالسنة مرة. نعم. قيامة السيد المسيح بهذه الصورة اللي فيها الديتيلز التفاصيل اللي موجودة في الكتاب المقدس، انه كان الحجر كانوا حاطين حجر صخرة كبيرة على باب القبر عشان كانوا خايفين من اتباع يسوع المسيح انه يجي ويسرقوا الجثمان، او انه وكانوا حاطين حراس. فبقيامة السيد المسيح وبإزاحة الحجر كان يعني مقصود العمل لإزاحة الحجر عشان المريمات عارفين انه رح يدخلوا ويشاهدوا ويعينوا انه فراغ القبر ويرجعوا ويعلنوا للتلاميذ البشارة بانه القبر فارغ من السيد المسيح، لعلهم سرقوا المعلم. نعم. كمان انه صاروا يتشككوا بظهورات السيد المسيح بعد القيامة. كان إلها معاني كتير عميقة، انه هو ظهر لخاصته واللي كانوا يتبعوه على اساس ان يثبت لهم القيامة بالجسد. يعني حتى كمان أصر يسوع المسيح أنه يثبت ويعاينوا مجد الله في قيامته، حتى أنه يقول أنا قمت في الجسد أيضا. وحتى لما اجتمع معهم وهن كانوا بالغرف مغلقة ودخل بيناتهم هيك على فجأة فكروا روح، لأنه دخل أبواب مغلقة. أبواب مغلقة كيف انت شبح لكان انت روح، كيف فتت؟ قال لهم لا ان تعالوا عينوا امسكوني انا جسد. وكمان عشان يثبت اكثر طلب اكل، وجابوا له سمكه وشهد العسل كان هذا الموجود عندهم واكل. بعدين صدقوا وامنوا. بعدين ظهر لتوما وقال له تعال انظر المسامير واثار الصلب. لكن كمان ذكر السيد المسيح، يعني في ناس كتير بتشكل طب ليش ما ضل معاهم على طول، ليش ما بقي معاهم؟ فشو كان الكتاب المقدس ذكر خير لكم أن أنطلق، ليش أبعث لكم المعزي. هذا المعزي مش بس للتلاميذ، للناس اللي تقدرش إنه يسوع المسيح بده يظهر لكل إنسان بشري يقول لك أنا هو، لأنه يعني هاي استمرارة حياة. أنا أعطيتكم الطريق وأنتم عليكم أن تسيروا في هذا الطريق.
يعني هو مهد هذا الطريق، لكن قال لهم خير لكم أن أنطلق وأروح من عندكم وأبعث لكم المعزي، لأنه روح الله رح تكون ساكنة بقلب كل إنسان. يعني مش شرط أنه أنا لازم أشوفه وأعاين وأمسك زي توما زي ما عمل توما، لأنه في ناس كتيرين مثل توما إذا ما شاف وإذا ما بيصدق، ولازال لحد الآن في ناس قلوبهم فارغة من يسوع المسيح للأسف، يعني القبر فارغ للأسف. فاللي بتسألوا بقولوا إنه يعني المعاني من وراء القيام، المعاني من وراء الصلب، وإذا بده ينصلب وراح قام، وليش ما ضلوا معنا، وليش ما يعني فرجانا حقيقته، ليش ما ضلوا بالصورة هذه الإنسانية واللاهوتية أيضا مع الرسل ومع التلاميذ، لأنه قال لهم أنا معكم إلى انقضاء الدهر، بس كيف ارتفع بعدين بعت لهم المعزي. ونحن دائما نقول أنه المعزي للروح القدس اللي هي كمان أيضا جزء من الثالوث المقدس، الآب والابن والروح القدس. ففي أمور أبونا كثيرة بتغيب عن بال الإنسان، وفي أمور كتير بشكك فيها الإنسان. فاللي بشكك بيفكر حاله إنه هو غير مؤمن، أو إنه الشكوك اللي بتراوده إنها شيء غلط، أو هذا الشيطان يوسوس في دماغه. الشكوك سايرت وساورت يعني على بال، إجت على بال التلاميذ اللي هن عاشوا معاه وأكلوا معاه وشربوا معاه وسمعوا منه وشافوه بتألم وشافوه بنصلب وشافوا قيامته، ولساتهم مشككين. فالشكوك هذه علامة، هي طبيعة إنسانية بشرية إنه موجودة في داخلنا دائما. نحتاج دائما للإيمان إنه القناعة نقتنع. فعشان هيك ربنا حكى هاي المقولة لما قال لتوما طوبى لمن آمن ولم يرى، يعني إنه الطوبة يعني إنه أجره أعظم منك يا توما، إنه أنت آمنت لأنك شفت، لكن طوبة لمن بالحقيقة. دكتورة، موضوع الشك يقسم إلى نوعين، في الشك الديكارتي أو شك الفلاسفة ديكارت وكانت، وفي الشك التشكيكي اللي ما يعني بمعنى أنا لست مصدقا، والعقائد والحقائق الخاصة في موضوع ما أو إيمان ما غير مكتمل لدي، فأنا لا أتقبل هذا المشروع. هذا الشك التشكيكي. أما الشك اليقين اللي بيقودنا لليقين، زي المفتش أو المباحث لما بيشوفوا في قضية في جريمة معينة بيعملوا يجيبوا الأدلة، فكيف دي يجمعوا الأدلة؟ بيشكوا في أشخاص معينين، وليس القصد هذا الشخص، ولكن قصد أن يصلوا إلى الحقيقة. بيشك بهذا بيطلع بريء، بيشوف واحد ثاني بيظل يبحث. إذن الهدف الرئيسي هو البحث عن الحقيقة. إذن هناك شك يقود إلى اليقين والحقيقة الفلسفية اللي أثبتوها الفلاسفة، إنه لما أنا أشك إذن أنا موجود. أنا أشك إذن أنا موجود. وجودي الفاعل، وأما حضوري يعني آسف على التعبير، الطاولة موجودة، الطاولة غير حاضرة معنا الآن، بس حضرتك حاضرة لأنك بتحكي، أنك بتعبري وبتسأل. هون الإنسان لما بيجمع مجموعة هذه المعلومات اللي لديه تيوصل في النهاية إلى الحقيقة. إحنا حقيقتنا هي قيامة يسوع المسيح. والثوابت ليست لاهوتية فقط، الثوابت التاريخية، يعني حقيقة يسوع المسيح هي مش بس لاهوتية بفكرنا، هو التاريخ مثبت أنه شخص يسوع المسيح أتى إلى هذا العالم وصنع هذا التغيير، وما زال حتى هذا اليوم يعمل فينا. يعني بعد في قديسين، بعد الكنيسة بتطوب قديسين. إذا مشروع يسوع المسيح لو تخلف عنه مستمر سين وصاد، هو مستمر. بالضبط. طبعا الأشخاص احنا وعدناكم انه نصبح على الجميع. ليلى حداد، المسيح قام، وسعاد ميخائيل، وروشان تويمي، أهلا وسهلا بالجميع، واللي دخلوا أيضا على البث المباشر. فعبين ما الشباب يحضروا الاتصالات والمعايدات، منحب نخبر أيضا. صباحك نور سيدنا. صباح الخير. صباح الخير للجميع. لما نقول سيدنا، أنت طبعا أبونا الدكتور جمال خضر، النائب البطريركي لكنيسة اللاتين في الأردن، وعندك الرسامة الرسمية ستكون إن شاء الله بستة خمسة. إن شاء الله في البيت لحم.
في كنيسة المهد في بيت لحم. نعم. المسيح قام سيدنا. حتى قام حتى قام. فكل عام أنتم بخير يا أبونا. المسيح قام. فنحب منك هيك كلمة تعطينا إياها بهذا البرنامج تصبح فيها على المشاهدين وأيضا لمعايدتهم. صباح الخير للجميع. احنا في الزمن الفصحي احتفلنا يعني قبل يومين بهذا العيد ويستمر الاحتفال في كل الزمن الفصحي. أمنيتي هي أن ينير المسيح القائم بين الأموات حياة جميع الناس. بعرف أنه في كثير منا لا يزال يتألم ويتألم مع المسيح، ولكن بقيامة المسيح منحنا حياة جديدة، منحنا رجاء جديد، منحنا نور جديد لينير نور المسيح القائم من بين الأموات حياة جميع المستمعين جميع المؤمنين، ولينير أيضا رؤساء هذا العالم. نعم. رؤساء هذا العالم حتى فعلا يسعوا إلى ما في خير البشرية وإلى السلام والسلام الحقيقي ما بين الشعوب والعدالة ما بين الشعوب. فهذه أمنيتي أن ينير نور المسيح على جميع البشر وخاصة على جميع مؤمنينا حتى يستمروا في شهادتهم للمسيح في حياتهم، وليكن المسيح معهم دائما وليبارك حياتهم. أمين يا رب يا أبونا. وأنتم في رياضة روحية الآن بعد. نعم. الاحتفالات القيامة، فإن شاء الله مسيرة مثمرة وطيبة بنتمناها لكم. وأمس عرفنا كمان أنه أنتم كنتم مدعوون لمأدبة إفطار مع جلالة الملك عبدالله الثاني والأمير حسين. نعم نعم، كانت مناسبة رائعة مع جلالة الملك. نعم. اللي جمع رؤساء الكنائس من القدس أيضا. نعم. والأوقاف صورة أولا جميلة باجتماع الجميع كإخوة فيما بينهم. نعم. والاجتماع هذا يتم في الديوان الملكي العامر. نعم. فهو الذي يجمعهم جميعا بهذه المناسبة، وكان الهم لدى الجميع هو مدينة القدس، مدينة القيامة، مدينة المقدسة لجميع الديانات، والعمل جلالة الملك الدؤوب حتى يعني تمر هذه الأعياد بسلام للجميع ولا. نعم. يتم تغيير الوضع القائم في القدس. عمل. نعم. دؤوب فعلا باتصالاته بعمله المباشر أيضا مع الأوقاف مع رعايته للأماكن المقدسة في القدس. ونحن بنعرف لما نتقاسم الخبز معا ولما نأكل معا هذه علامة على الأخوة. نعم. وهذه الأخوة اللي كانت فعلا حاضرة وموجودة في بيت وفي ديوان جلالة الملك. كانت مناسبة رائعة جدا، وفعلا اللي يعني أظهر هذه الصورة الجميلة للأردن ولدور الأردن الذي يتعدى حدود الأردن الذي يصل إلى مدينة القدس ويصل إلى الأماكن المقدسة وإلى جميع سكان مدينة القدس. حلو جميل. وكان أيضا دولة حكومة بشر الخصاونة عايدت العائلات الكنسية بالأردن. نعم نعم، هذه هي العائلة الأردنية. نعم. هذه هي مدرسة المدرسة الهاشمية. نعم. في هذا البلد فعلا أنه السلطات المدنية بممثلة برئيس الوزراء ومن ثم الإفطار لدى جلالة الملك تعبر عن هذه الصورة الجميلة لمجتمعنا ولوطننا الأردن. الحمد لله منقول دائما على هذه الصورة الجميلة، وإن شاء الله منضلنا متكاتفين أمة واحدة وهدف واحد وأحلام واحدة. وشكرا لك أبونا، وشكرا لوقتك اللي أخذناه منك من الرياضة الروحية، بس نشكرك لهذا الوقت اللي أعطيتنا إياه. نشكرك وسلامنا للجميع. المسيح قام. شكرا شكرا. مثل ما حكى سيدنا المطران جمال خضر، هالصورة البهية والجميلة من هالحضور المشترك من رؤساء من دولة من حكومة جلالة الملك دعوتهم على الإفطار وتأييدهم لحكمة وقيادة سيدنا جلالة الملك في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المقدسة في القدس، وخاصة أنها عم تتعرض لهجمات متتابعة أيضا فمن من الإسرائيليين ومن المحتلين. فربنا يبارك جهود الجميع، ربنا يطرح البركة بصلوات أبائنا كمان القديسين وبصلوات أبائنا الكهنة والمسؤولين ورؤساء الكنائس. نعم. والصلوات اللي رفعت أيضا في الأماكن المقدسة ومن خلال القداديس،
انه ربنا يحل السلام ويحل الامن ويحل العيش المشترك السلمي، يرجع الحقوق للناس المظلومه اللي سلبت حقوقها، وايضا السلام بالعالم كله، لانه وين ما كان عم تسمع ابونا حروب وقتل، ان كان باليمن واوكرانيا وبين روسيا وبين وبسوريا وبالعراق ولبنان على عدم الاستقرار. نعم نعم سيدنا سيدنا صباح الخير، صباحك نور، والمسيح قام. حقا قام، حقا قام دكتورة، وكل سنة كل سنة وانتو سالمين. وانت سالم سيدنا، ونحن شاكرين الاتصال هذا الصباح معك وتعطينا جزء من وقتك الثمين. عارفين الاحتفالات الكنسية بالأسبوع المقدس كانت حافلة بالقداديس، وخاصة ونحن كنورسات وعدسة نورسات من مكان إلى آخر، الشمال والجنوب والشرق والغرب، يعني كنت حاضرا مع الجميع وبكل مكان. فيعطيك العافية في البداية، ربنا يمدك بالصحة والقوة، منقول لك المسيح قام. خريستوس أنيستي سيدنا، خريستوس أنيستي، خريستوس أنيستي أبونا الحبيب، خلينا إياك سيدنا. الله يخليكم أبونا. سيدنا توجه لنا كلمة معايدة لمشاهدينا ومتابعينا على النورسات، تفضل. الله يخليكم. أنا في البداية بحب أعايدكم، أنا بدوري كمان إلكم أنتوا في نورسات، ولأبونا الحبيب المعك دكتورة كمان، ولكل المشاهدين والمشاهدات. حقيقة أنا بحب أهنيكم وأشكركم على كل جهودكم اللي بتقوموا فيها بالنورسات، للدور الرائد بالإذاعة وبكل المواقع اللي عمالكم تتواصلوا فيها حتى الصوت المسيحي يكون حي في بلادنا المقدسة. كل سنة وانتم سالمين بعيد الفصح المجيد، اللي حقيقة هي مناسبة حتى نراجع فيها ذواتنا، اللي فيها تتم هاي المصالحة الحقيقية اللي تمت بإلهنا القائم من بين الأموات، بعد ما تخطينا أكبر حاجز كان مسيطر علينا اللي هو حاجز الموت، اللي بقيامة المسيح انغلب الموت. وعشان هيك نحن بأحد قطع تراتيل الكنيسة بتحكي نحن نعيد اليوم لموت الموت. فهاي هي رسالة أمل لإلنا، إنه في حياة جديدة انولدت بالمسيح القائم من بين الأموات، وهاي هي الحياة اللي بتجمل حياتنا هون على الأرض، بتعطيها معنى وبتخلي كمان يكون إلنا علاقة بالحياة الأبدية من هون. وهذا إشي كتير نحن روحيا مسيحيا منعيشه بأجواء الفصح اللي بتبتد لطول أيام السنة ولطول أيام حياتنا، ومنجدده في كل يوم أحد اللي هو يوم قيامة، بيكون بالنسبة لنا يوم الأحد، وهاي هي ينبوع قدسيته. فأنا حبيت أنه يعني بشكركم إن اتاحت هاي الفرصة لإلي، حتى أنا كمان أعايدكم وأعايد كل المستمعين، اللي بتمنى لكل واحد فيهم وفيكم إنه ربنا يعطي ما هو بحاجته، حتى من أجل خلاص نفسه خلاص بيته، وإنه يكون أفضل للمجتمع لمؤسساتنا لكل العالم بهاي الظروف الصعبة كمان اللي بيمر فيها العالم. نعم. من جهة من الحروب، من جهة الأوبئة، من جهة كل هاي التحديات أمام الإنسان المعاصر بالأزمات كلها، إما كانت اقتصادية أو إلى آخره من أمور، ولكن هيك في تعزية عنا بهاي الأيام إنه المسيح قام، وبقيامته بعطينا الأمل، بعطينا النور، وبعطينا الرجاء، الإيمان والرجاء، حتى نقدر إنه نجتاز كل المصاعب ونطلع منها أقوى، لأنه أكبر حاجز هو الموت انغلب، ونحن غلبناه مع المسيح، ونحن منعيش هاي الحياة اللي هي الحياة الأبدية اللي أعطانا إياها، لأنه نعرف الإله القائم بين الأموات، نعيش بموجب وصياه، ونكون مع الكنيسة بأسرارها وحياتها. فكل سنة وإنتوا سالمين، ربنا يعطيكم كل صحة نعمة وبركة للكل، وإنتوا مشكورين، ودكتورة إنتي بالأخص، لأنك إنتي حقيقة صوت وفكر ووجه حقيقة نحن بنعتز فيه،
وبهنيك لكل جهدك اللي بشكرك مميز سيدنا اللي بتبذلي يعني لي بكل الأصعدة. كلماتك وأبونا الحبيب بحب يعني إنك أنت كمان أعيد عليك ومع كل محبتي، لأنك بعرف كمان أنت دورك حبيبي. فدعاء سيدنا يعني بكلماتك هاي اللي بتشجعنا وبتعطينا دفع هيك لنستمر في عطائنا للنورسات، نعطي هالكلمة الحلوة، نعطي هالأمل الجديد خاصة بمناسباتنا الكنسية وبوجودكم وحضوركم سيدنا، كمان بكلماتكم بوعظاتكم بشروحاتكم بأحلامكم وصلواتكم اللي بترفعوها على المذابح من أجل الناس والبشرية، وأيضا يعني رؤيتكم كمان عجلالة الملك عبد الله أمس بمأدوة الإفطار وكيف هاللحمة بين الكنائس ورؤساء الكنائس حول هالقائد جلالة الملك في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة بعد الهجمات المؤخرة صارت سيدنا خريستوفوروس بطريرك القدس للروم الأرثوذكس، وأيضا جهوده المستمرة في أنه يحافظ على هذه المقدسات، وخاصة عم تتعرض للنهب وتتعرض للاضطهاد، وأيضا المسيحيين اللي بالداخل كمان. فتخبرنا عن هذه المناسبة اللي اجتمعتوا فيها. صحيح دكتورة، كانت المزبوط من جهة مناسبة جميلة إنه كونه نحن كمان في شهر رمضان، نعم، إنه كمان نلتقي على مائدة الإفطار مع جلالة سيدنا، نعم، الملك، ومن جهة نهنيه بسلامته وعودته للوطن، نعم، سالم، ونشكر ربنا لهذه العودة، نعم، إنه ومن جهة تانية كان كمان مناسبة حتى نقدر إنه تلتقي الأوقاف والكنائس، كنائس القدس مع الأوقاف مع بعضها البعض، ملتف حول راعي الأماكن المقدسة الوصي عليها اللي هو جلالة الملك، حتى إنه نشوف شو لازم ينعمل بهاي المرحلة، نعم، الحالية والقادمة، لأنه في عنا تحديات كبيرة بتمر فيها، نعم، إما كان المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة، نعم، وبالأخص اللي شفناه كمان بالسبت العظيم من سبت النور والبعض الأمور اللي تعرضنا فيها نحن كمان ككنائس وككنيسة، نعم، القيامة، واللي بتعرض فيه المسجد الأقصى، وبشكل عام القدس وهوية القدس وطابع القدس اللي عماله في طريق ممنهج للتغيير من كل هاي الملامح الكنسية الروحية والوطنية ببعدها العربي كمان. نعم. فهذا كله كانت فرصة إنه من جهة نجدد التفافنا حول جلالة الملك، ومن جهة تانية كمان نرتب المسارات للعمل الأكثر يكون ممنهج ومنظم. وصاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة كمان كيريوس كيروس ثيوفيلوس الثالث المزبوط مع باقي رؤساء الكنائس في القدس عماله بيقود حملة كمان في كل العالم من أجل توضيح الصورة، لأنه كتير مهم أنه كمان نحن في الغرب وأمريكا وباقي الدول أنه توضح الصورة بشكل سليم منا نحن المسيحيين، لأنه في صورة مبشعة ومشوهة عن المسلمين وعن المسيحيين في البلاد المقدسة. فبالتالي في لنا دور اللي لازم يكون انه هذا الدور انه نقدر انه في انه نوضح الصورة بشكلها السليم والحقيقي على من ارض الواقع، من رؤيتنا نحن على الوضع وخطورته اذا ما تم توقيف الجهات الاحتلال والمستوطنين، نعم، المستوطنين من انهم من العبث الاكثر في 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 الكنائس والمساجد، وبطابع القدس اللي هي بالنسبة لنا كنيسة القيامة، وبالنسبة لنا هي المكان أقدس مكان، نعم، للمسيحيين. فبالتالي كانت كل هاي، وبعدين دعم جلالة الملك بكل تواصلاته مع الخارج، نعم، لأنه في كتير كمان تواصل إله هو اللي بيحمل قضية القدس، نعم، وبيحمل القضية الفلسطينية بشكل عام، نعم، كمان أمام كل المحافل الدولية. فكمان كان دور طمأنتنا إنه جلالة سيدنا مستمر في هذا الإشي، وكمان في زيارته القادمة لأمريكا راح تصير بعد 8 أيام، نعم، وإلى آخره من الزيارات اللي قام وسيقوم فيها. فهذا كله بعطينا كمان الأمل حتى الاستمرار، وإنه
كمان الكنائس والأوقاف والمساجد، لأنه دور كمان كثير مهم للأهل الموجودين في فلسطين أو في الداخل في القدس بالأخص، على الثبوت حتى نقدر نحافظ على هذا الوجود في البلاد المقدسة. فالحقيقة كان يوم مبارك وجميل، وبالأخص كمان كان معايدة كمان بالفصح، وهذا كله بيشوف هاي الرابطة الأخوة اللي بتربطنا كلنا مع بعضنا البعض كعائلة أردنية واحدة وعائلة فلسطينية واحدة كمان، حتى نقدر نكمل بعضنا البعض في هاي الظروف الصعبة. ومنطلب من ربنا إنه نعمته الإلهية ومعونته هي تكون معنا، لأنه في الأخير هذا رجاءنا، إنه إيماننا إنه ربنا هو حامي هاي البلاد المقدسة رح يستمر بحميتها، ونحن بس منا لازم إنه نكثف من جهة جهودنا الشخصية الداخلية بالتوبة، ومن جهة تانية من إنه نكون متحدين مع بعضنا البعض، ملتفين حول قيادتنا كمان الهاشمية، حتى نقدر إنه نوصل للمبتغى واللي والمسؤوليتنا أمام ربنا وأمام تاريخ كأبناء لهذه البلاد المقدسة. صح مزبوط. شكرا لك يا سيدنا، وشكرا لك لكلماتك الطيبة ومعايدتك لنا للنورسات، وأيضا للمشاهدين والمتابعين نورسات وأصدقاء النورسات وللطاقم العامل. شكرا لك يا سيدنا، نتمنى لك نهار مبارك، ودائما اذكرنا في صلواتك. صلواتنا القديسين، ربنا يحميكم. شكرا لكم انتم كثير، ولكل الشباب والصبايا اللي هن خلف الكواليس كمان، الله يعطيهم الف عافيه على كل الجهود اللي بتبذلوها، وربنا يبارككم. المسيح قام، كل سنه وانتم سالمين. حقا قام سيدنا. شكرا لك. الله معكم. شكرا. الله معكم. الله معكم. شو هالكلمات الجميله من سيدنا خريستوفورس مطران الروم الأرثوذكس في الأردن، وأيضا كمان هالتوضيح اللي أعطانا إياه بلقائه مع جلالة الملك. في كتير فيديوهات، ما بعرف أبونا إذا أنت تابعت، كانوا يمنعوا المصلين بحواجز الأمنية إنهم يوصلوا للقيامة. ما حجبوني الفيسبوك عشان كنت أشيرهم. سبت النور. نعم، يعني جانا كتير فيديوهات حاملين هالشموع هالناس واقفين على الحواجز وبيبهدلوا فيهم بيصيحوا فيهم، وهيك كتير كان شيء مؤلم. يعني أنا مش حامل لسلاح ولا شيء، أنا حامل هالشمعة بدي أضويها من هالقيامة، يعني وأحمل النور لبيتي اللي هو نور السلام نور القيامة. منعوهم، فبتحس إنه في اضطهاد، ما في حرية، لا حرية عبادة ولا في احترام لإنسانية الناس ولا الشعوب، ولا بتحس بالقهر، بتحس بالناس اللي عايشة جوا مأهورة من الوضع القائم ببلادهم. يعني احنا عم دكتورة بيحكوا لكل انسان او لكل مدينة او لكل من اسمه نصيب، يعني نعم. نشوف باسمة سمعان مبو مكشرة بيقول لك هاي اسمها باسمة، لازم تكون مبتسمة. نعم. فأورا مدينة باللغة العبرية، شليم سلام. مدينة السلام لم تنعم بالسلام منذ للأسف. أيام المسيح. نعم. أورشليم أورشليم يا قاتلة الأنبياء والمرسلين، يعني نعم. لم تنعم بالسلام، وما زالت يعني هالأجيال بتروح وآلاف السنين بتمر، وما زال هذا الألم في مدينة السلام التي يعني حتى نحن في إيماننا العقائدي الزمن القادم، الحياة الأبدية الاسخاتولوجي بسموه، نعم. القادم اللي هو الآخرة بالحياة ما بعد الموت، بنسميها مدينة أورشليم الجديدة اللي بخبرنا عنها سفر الرؤيا. نعم. كيف راح تكون المدينة الفاضلة؟ نعم. اسمها أورشليم كمان السماوية. السماوية. خبرني ريمون إنه معنا كمان اتصال من أبونا بنيامين راعي كنيسة السريان الأرثوذكس في الأردن. المسيح قام أبونا. المسيح قام دكتورة. حقا قام. شكرا لك يا أبونا. صباحك نور. صباح النور، وإن شاء الله النور المقدس دائما يسكن في حياتك في قلبك. آمين يا رب. آمين. حبينا نعيد عليكم على نورسات. الله يسعدك. تسلم كل الأحباء في نورسات. تسلم. تخبرنا عن أجواء الاحتفالات الفصحية عندكم في الكنيسة، وخاصة بعد غياب سنتين بسبب جائحة كورونا. كيف الحقيقة دكتورة فرحة العيد كانت مميزة هذه السنة. نعم. يعني شفنا الحشود
المؤمنين اجوا على الكنيسة في أيام أسبوع الآلام، ابتداء من الشعانين وأسبوع الآلام والعيد، وكلهم كانوا متعطشين لهالفرحة بعد غياب سنتين. فكانت الأجواء مميزة هذه السنة، في الاحتفال في الفرح، شعرنا أن الناس فرحة القيامة كانت مميزة هذه السنة. فإن شاء الله تكون دائما دائما يا رب مستمر بكل الأحدات يا أبونا، مش بس بالعيد، تنتهي الكنائس بكل أحد كمان بهاي الجموع الكبيرة. هذا المطلوب إن شاء الله. أكيد ربنا سمح بجائحة كورونا حتى يمكن الناس تتعطش للصلوات وترجع مرة ثانية للكنائس بشكل أو بزخم أكبر. لكن نشكر ربنا أنه أجواء العيد كانت مفرحة للجميع. وكيف كانت حرية يعني الحركة وأيضا إقامة هالشعائر أبونا عندكم في أنتم كنيستكم مار أفرام في قلب العاصمة عمان في منطقة أصويفية، فكيف كانت حركة الناس والأمن، وهل كانت في هناك صعوبات أو مشاكل أم كل شيء كان مسهل وبكل حرية أقمتم الشعائر؟ بالعكس كل شيء كان مسهل وكل شيء كان بكل حرية وبكل هدوء بسلاسة. طبعا من خلالكم نحن نشكر قوى الأمن جميعها بكل أفرادها على حراسة الكنائس. وطبعا كل هذا يكون بتوجيه من سيدنا صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، اللي يوم أمس أيضا كنا في مائدة إفطار معه كرؤساء كنائس، وتمنينا له دائما الصحة والعافية وهنأناه بنجاح العملية. إن شاء الله ربنا يطول في عمره وفي عمر الدولة الهاشمية في حكم وفي عمر الحكومة الرشيدة. وربنا يعطي الأمن والسلام والأمان لهذا البلد الطيب الآمن. ويعطي السلام لكل العالم وخاصة آمين. في العراق آمين. وأهلنا في العراق وإخوتنا كمان اللي عايدوا بمناسبة العراق دكتورة. كان احتفال عيد الميلاد هذه السنة مميز جدا في العراق. لأنه لأول مرة في تاريخ العراق يصل النور المقدس إلى العراق. حقيقة الفرحة كانت مميزة جدا. آلاف الناس شعرت أنه هي ما تقدر تذهب إلى القدس الشريف وتاخذ النور المقدس والبركه. لكن النور المقدس هو وصل الى العراق. فنشكر ربنا على هاي نقلنا النقل للعراق، وكانت لاول مره وانت كنت الله. حاضرا ابونا في هذا الاحتفال في نقل استلام النور المقدس واعطائه للسلطات الحكوميه في العراق. اجوا على مطار ماركا. دكتوره طائرة. ربنا يبارك كل هالجهود يا أبونا. آمين دكتورة، يطول أعمارك إن شاء الله، والمسيح قام. لكل الضيوف اللي معاك بالاستوديو، لكل السامعين، لكل المسيحيين وغير المسيحيين بالعالم أجمع. إن شاء الله كل عام أنتم بخير، وأنت بخير يا أبونا ورعيتك كل الخير ولمجلس رعيتك. شكرا دكتورة، يعطيكم العافية والصحة والمسيح قام. شكرا حقا قام. شكرا لك. شكرا شكرا شكرا. فمن أيضا المعايدات الجميلة من كل الأشخاص والأصدقاء اللي بعايدونا واللي بنشكرهم، نشكر تواصلهم معنا، منقول لهم صباحكم نور، المسيح قام، سر إسحاق و بنتقجي لزار وحليم بعوش وجمال أبو رحاب وإيمان الشرايحة وأحمد المومني ورجاء الناصر ورضوان عثمان وعقل الأحمد وأيضا سيد صدام وفلورا سموئيل ووردة الجورية ومريم دبابنا وجون عجوان وبابيت وأيضا سهام برو وجون الياس حنا عطلة وهاشم دبوان وعبير العكشة وزينة عادل غريب وتغريد الشحتيت
صباحكم نور. المسيح قام، حقا قام. نشكر على تواصلكم، تمنياتكم، وأيضا على أمنياتكم لنا في العيد الفصح المجيد. معنا اتصال أبونا بسام شحتيت النائب الأسقفي لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن. صباحك نور والمسيح قام أبونا بسام. قام، كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا رب. ينعاد عليك دكتورة باسمة، انت وابونا جورج بالصحة والسلامة ان شاء الله دايما. الله يسعدك. شكرا يا ابونا. ابونا تحدثنا وتخبرنا عن الاجواء الفصحية اللي سادت في كنائس الروم الملكيين الكاثوليك لهذا العام، وكيف هالصورة الجميلة خاصة بعد انقطاع سنتين من عدم حضور الحاضر بالكنائس. فتفضل ابونا. الحمد لله، الأجواء كانت أجواء فرح وسعادة. نعم. وكان في حضور كبير بالكنائس عندنا، يمكن من خلال هالسنتين كان عدم تمكنهم من أنه يكونوا موجودين في الصلاة أو بأعداد قليلة، فهالانفتاح اللي صار أنه فتحوا المجال للحضور خلى الكنائس أنه يعني الناس تتشجع. والكنائس كان يعني نص أيام أحد الشعنينة والجمعة العظيمة كانت فلك، يعني الكنائس مليانة ما شاء الله. وكمان بقية الأسبوع أسبوع الألام، وكمان خلال فترة الصوم كان حضور يعني مميز للناس، والحمد لله يعني كان كل إشي تم بسلام وبهدوء والحمد لله. كمان وجود الأمن العام والشرطة والجيش كله يعني كمان حافظوا على الأمن في وأهم شيء أبونا الكشافة كمان يعني تعبوا، وكمان الكشافة والشبيبة كان لهم حضور بمميز السنة، وكان في تعاون وفي تنظيم الصلوات واشتركوا هم بالصلوات، والحمد لله الكل كان مبسوط يعني به في هالأعياد والمناسبات الحلوة. نعم، جميلة هذه الصورة أبونا، واللي بنتمنى أنه تستمر في خاصة في الأسابيع المقبلة والأحداث اللي جاي، أنه دائما يكون هذا الحضور المكثف. بعتقد بعد جائحة كورونا تغيرت أفكار الناس والعالم عن موضوع الحضور، لأنه مستفقدوا سنتين ما كانوا يعيدوا هاي المناسبات، عرفوا قيمتها. فبتمنى انه يعني انه يعرفوا هلا قيمه المعنى انه يروحوا على الصلاه ويحضروا الذبيحه الحقيقيه، ما يكون بس حضور يعني جسدي. فتخبرنا ابونا جوهر هالقيامه ماذا يعني للانسان المسيحي المؤمن، تعطينا هيك كلمتين منك حتى يشعروا الناس المؤمنين واللي بيحتفلوا بالفصح المجيد انه شو هالتغيير اللي لازم يكون في حياتهم. القيامة بالنسبة اول شيء كمسيحيا هو المسيح قام من بين الاموات، نزل الى الجحيم وانتصر على الموت والخطيئة. نعم. ودائي والمسيحي ما تنتهي حياته بانتهاء عمره على هاي الأرض، بل نعم. إنه بتبلش حياة جديدة. نعم. فهالفكرة إنه المسيح انتصر على الظلمة على الخطيئة على الموت بتنعكس على حياتي وعلى حياة كل إنسان مؤمن، إنه أنا كمؤمن مسيحي القيامة بتكون في قلبي، وكمان الظلمة أو الخطيئة مهما كانت الخطيئة يعني كبيرة، ولكن القيامة ونور المسيح ونعمة ربنا أكبر من أي خطيئة. فهاي بحياتي الشخصية بتساعدني على أنه أرجع لربنا دائما وأتوب عن أي خطيئة، وبنعمة ونور القيامة هي اللي بتخليني دائما أمشي للأمام بفرح بسعادة. وكمان اللي لما سألوا من يدحرج لنا الحجر. نعم. اللي هو الحجر القبر كان مغلق. نعم. و
اكتشفوا انه الحجر قد احرج، وهنا احنا كمان بقلوبنا ممكن قلبنا يكون مغلق ومسكر، ونور المسيح مش داخل، نحتاج من يدحرج لنا الحجر. الحجر اكيد بنزاح عن قلبنا اي هموم اي خطيئه. فالقيامه هي قيامه كل واحد فينا من قبر الخطيئه، من الاشياء اللي مسكره على قلبه، او مرات احنا مش قادرين بقوتنا الشخصيه انه نتخلص من خطيئه معينه، من عاده معينه، من شيء مكبلنا مقيدنا. فنور المسيح بيحررنا من كل هاي خطيئه، وبنقوم القيامه هي كل واحد شخصيا، انا اقوم من الاشياء اللي مسكره علي واللي مخليتني ما انطلق بحياتي نحو فجر جديد. نعم نعم، نشكرك يا أبونا بسام. إن شاء الله يا ربي هذه القيامة المجيدة إنها تعطينا الأمن والسلام، الفرح الدائم بحياتنا وبين عائلاتنا وأولادنا، نشعر بهذا التغيير وهذه القيامة في قلوبنا، نشعر بروح المسيح ونعم السيد المسيح علينا. فنتمنى لك كل خير يا أبونا برسالتك وبلا محبتك أيضا، ونتمنى لك قيامة مجيدة، وكل عام أنت بخير. كل عام أنت بخير دكتورة باسمة وأبونا جورج، وإن شاء الله شكرا لكم لخدمتكم دائما في نورسات وفي نشر البشارة، وهي هاي كمان رسالة القيامة. بعد القيامة يوم الاثنين يكون في اثنين البعوث اللي البشارة انتشرت في كل العالم، وهاي اللي انتم بتعملوه بقناة نورسات، تنشروا البشارة لكل العالم. فشكرا لك ولكل جهودك ولكل جهود العاملين والقائمين على نورسات في مكتب الأردن وفي كمان لبنان، وكل عام وانتم بألف خير. المسيح قام. شكرا جزيلا. صباحك نور يا أبونا. صباح النور. الله يعطيك العافية. يعني يا أبونا بصراحة، وأنا مش لأنه كوني يعني عاملة في قناة النورسات، لكن فعلا وين ما كنا نروح وهيك يقولنا هالنورسات طول الوقت كل الأسبوع المقدس على النورسات، نحضر الصلوات والأداديس والشروحات، نقلتولنا كل هالفرح اللي مش قادرين إنه نكون حاضرين فيه، إن كان بالأراضي المقدسة النور المقدس يوم سبت النور والقداديس من الفاتيكان، وأيضا كانت ترجمات باللغة العربية يعني من كل الدول اللي عم ننقل لها، والقداديس اللي صارت. أوكي، معنا أبونا أنطوني الصبحي راعي كنيسة الأقباط، ومحبة منقول لك أبونا المسيح قام. صباحك نور، كل عام أنتم بخير. صباحك نور أبونا. حقا قام، كل عام أنتم بألف خير. شكرا لك يعني استضافتك في النورسات كمان بوقت أسابيع الماضية اللي حكينا فيها عن الفصح، والآن جاءت القيامة وأحد القيامة. فأبونا كلمة روحية ومعايدة لنورسات وكل المشاهدين على النورسات وعلى التلفزيون، تحكي لهم كلمة روحية عن القيامة وهذا التغيير اللي لازم يحصل في حياتنا، وأنت دائما تدعو للتغيير وبصمة جديدة في حياتنا دائما تكون بمناسباتنا. تفضل أبونا. نسمعك جيدا أبونا. سامعنا أبونا؟ نعم. تفضل. كان الصوت بوصل متأخر. ممكن. أبونا تسمعنا جيدا؟ نعم نعم. في البداية المسيح قام، حقا قام، وكل عام والجميع بألف خير. في البداية أقول المسيح قام، حقا قام، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا لك أبونا. نعم أبونا، في بصير صدى من التليفون لأنه ممكن فاتح التلفزيون أو فاتح الفيسبوك على الكمبيوتر، فإذا بس بعد إذنك تعطي لنا إياه على أساس أنه ما نسمعش صدى بعض.
سامعني أبونا؟ نعم نعم تفضل أبونا. باللغة القبطية خريستوس أنستي أليسوس أنستي، المسيح قام، بالحقيقة قام. نعم. احنا في كامل الفرح ان ربنا سمح لنا بعد جائحة كورونا انه نعيد مرة اخرى ونحتفل مرة اخرى ونفرح مرة اخرى في حياتنا. نعم. بعيد القيامة المجيد، عيد الأعياد، عيد النور المقدس، عيد الفرح، عيد الفداء، عيد القيامة. وحينما نعيد بعضنا البعض ونقول المسيح قام، هذه المعايدة إنما نعلم فيها قيامتنا نحن من موت الخطية. نعم. حينما نعيد الآخرين ونقول المسيح قام، هذا إعلان أن المسيح قد أقامني من خطيتي، قد أقامني من ضعفي. المسيح قام قد أقامني من الموت، لأن المسيح بالفداء اللي تم على الصليب بدمه الطاهر الزكي الكريم اللي فدانا به كلنا، فتح لنا الفردوس مرة أخرى. هذه المعاني كلها وأكثر منها تكمن في المعايدة في كلمتين المسيح قام. حينما يبادلنا الآخرون بالرد على معايدتنا لهم ويقولوا حقا قام، أي أنهم يشاركوننا في كل معاني القيامة المجيدة. لهذا الكنيسة فرحت بصلوات أسبوع آلام مقدس. هي أسبوع آلام كان يجمع بين الحزن والفرح واشتياقات قلوب كل رعايا الكنائس. كانت هاي السنة لها طعم متميز نظرا للظروف اللي مرت بها الكنائس السنتين الماضيين في جائحة كورونا. فاحنا نشكر ربنا على انه سمح لنا مرة جديدة في حياتنا ان احنا نعيد هذا العيد، وبنطلب من القائم من بين الأموات انه يستمر فرح القيامة في قلوبنا وفي أفكارنا بقية العام كله إلى أن يحيينا لنعيد عيد قيامته المجيدة السنة القادمة بإذن الله. أيضا عيد القيامة دائما ربنا يكلله لنا، وفرح القيامة يكلله لنا أيضا بلمسة إلهية سمائية نسميها في الحياة الروحية زيارة النعمة. فظهور النور المقدس في القبر، قبر المسيح له المجد اللي قبر فيه وقام في اليوم الثالث، ظهور النور كل يوم سبت، سبت النور، ظهور النور هذه زيارة، زيارة نعمة للبشرية كلها. زيارة نعمة، ربنا بيقول خدها النعمة، تبارك منها النعمة، افرح بها النعمة. فكل هذه المفروض نقدم الشكر لربنا. فأنا يعني بشكر قناة نور سات، وبشكرك دكتورة باسمة وقدسة أبونا جورج البركة، بشكركم على أنه أعطتوني هالفرصة، ويسعدني أن أنا أهنيكم بهذه الأيام المقدسة وهذا العيد المقدس، عيد الأعياد. كمان بنشكر ربنا أنه في قنوات مسيحية بتنقل كلمة الحياة عبر شاشتكم، نور سات الأردن بتنقلوا كلمة الحياة إلى أرجاء المسكونة كلها. في كم مليون مسيحي في جميع دول العالم بيحضروا الساعة اللي انتوا بتقدموها في الأسبوع، فهذه إلها بركات كبيرة كبيرة. لذلك نطلب من القائم من بين الأموات ربنا وفدينا ومخلصنا يسوع المسيح أنه يبارك في قناتكم وعملكم
وكل العاملين في هذه القناة، وعشان تستمروا في هذا العمل الكرازي الكبير والعظيم. ونطلب برضو من القائم من بين الأموات، أولا بنشكر ربنا على عودة جلالة سيدنا الملك عبد الله ابن الحسين المفدى. فيه أمس أنتم بنشكره مائدة إفطار. بنشكره على نشكر ربنا على عودته سالما بعد إجراء العملية الجراحية. وامبارح كنا في لقاء مع جلالة سيدنا، كان لقاء أكثر من رائع وممتع. أب الأسرة الأردنية جلس بين أبنائه، رؤساء الطوائف المسيحية في الأردن ورؤساء الطوائف المسيحية في القدس، وكان معانا كمان شيوخ أجلاء إسلام. كل واحد كان يبدي رأيه، والكل شكر ربنا، مسيحيين ومسلمين شكرنا ربنا على جلستنا مع جلالة سيدنا. وبنشكر ربنا وبنطلب من القائم من بين الأموات أيضا أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في الأردن. وإذا بتسمحي لي، معلش طولت، إذا بتسمحي لي من خلال شاشتكم أن أقدم الشكر الجزيل 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 لكافة قوى الأمن في الأردن، مش في عمان بس، في الأردن كافة. الترتيبات التي تمت يعني يصعب وصفها. الأسلوب اللي تعمل به رجال الأمن وكل قوى الأمن مختلف مسمياتها، أسلوب أرقى من الرقي نفسه. سهروا معانا، إحنا عندنا صلوات الجمعة العظيمة من 8 صباحا ل 8 مساء مستمر، كانوا متواجدين. عندنا صلوات ليلة أبوكاليبسيس من الساعة 12 نص منتصف الليل إلى 7 صباحا ثاني يوم، كانوا متواجدين. رغم أن هم كانوا كلهم صايمين صوم رمضان الكريم، لكن لم يتوانوا لحظة عن أي شيء. فمن خلال شاشتكم أقدم الشكر الجزيل، وإن شاء الله راح هالأسبوع لازم أحدد موعد مع مدير الأمن العام عشان أقدم لي الشكر الجزيل. ونشكر ربنا على كل هالفعاليات الروحية الجميلة، وكل عام وأنتم بألف خير والمسيح قام والحقيقة قام. شكرا يا أبونا، وصباحك نور، وكل عام أنتم بخير. شكرا لك يا أبونا، خير. شكرا شكرا، ألف سلام. سلام، يعني حلو. كل الكهنة وكل رؤساء الكنائس عم بيحكوا بهذا اللقاء اللي تم مع جلالة الملك. بدنا صوت ماروني يا دكتور، بدنا صوت ماروني. معنا اتصال من أبونا جوزيف سواد. ثواني نستنى الاتصال. فجميل هالصورة هاي، وخاصة لما بذكروا عن الجهات الأمنية. طبعا للي بتسألوا لماذا يتم الشكر للجهات الأمنية، كانت على كل باب كنيسة خلال الأسبوع المقدس هناك كانت سيارة وتحوي فيها رجال أمن يحافظوا على سلامة الناس، يحافظوا أنه ما يكون في مشاكل، أي تدخل من أي حدا، مع أنه ما صارش ولا شيء. يعني الحمد لله ما سمعنا ولا بأي كنيسة كان في هذا التشويش، لكن مصرين والدولة الحكومة مصرة تضع هاي السيارة. طبعا احنا اخر بقول التالي للغالي، ومعنا اتصال مع ابونا جوزيف سويد يحدثنا ويعطينا كلمة تهنئة بالقيامة. فصباحك نور ابونا، راعي كنيسة موارنة صباح في الاردن. هو صباح فجر جديد لكل الناس اللي عن جد ناطرين كلمة رجاء اليوم. الله يبارك فيكم، تحية لكم. شكرا لك. المسيح قام يا أبونا، تعطينا كلمة هيك للمشاهدين ومحبينك كمان على شاشة النور سات. نشكر الله دكتور، نشكر الله. أول شيء تحية إليك وللطاقم الرائع اللي عم تشتغلوا فيه لحتى تحطوا فرحة القيامة على مدار السنة، مش بس بزمن القيامة، بقلوب المشاهدين وبقلوب كل الأشخاص اللي عم بيتابعوكم بكافة أقطار العالم وخاصة في الأردن الحبيب.
فأنا بدي عيدك إليك شخصيا، وبدي عيد كمان خيي وصديقي ورفيق المشوار الحلو أبونا جورج على كمان حضوره المميز. بعرف أنه دكتور قيامة الرب من الموت هي انتصار، انتصار كبير على الظلمة، على الأحباط، على اليأس، على كل الاشياء اللي عم نعيشها اليوم. بتصور اللي انت حكيتي فيها كتير هلا، واللي عم تسيطر على انساننا بكل المجتمعات هالايام، بحسها هيك رساله صارخه واضحه ضد الموت، ضد كل الاشياء اللي عم بتصير من ظلم وشر وفساد. هي كلمه نهائيه للحب بعالم غرقان برأيي، هيك عم شوفه وعم قديه في ناس عم ببرعتوا فيه، عالم غرقان بالأنانية بالإيمان الفوفاش، عالم عم يفقد الثقة والرجاء. تجي الأيام تتقلن ما في مطرح لأنه نغرق باليأس والفشل والأحباط حتى نرجع نعمل حالة انتصار، حالة قيامة. فكتير ناس اليوم دكتور عايشين خيبات أمل، فشل، يمكن عم بينتظروا انتظارات مشوشة ووعود كاذبة عم بيخدوها من بعض حكامهم. فاليوم بتيجي صرخة الأيام حتى ترجف هيك أركان الموت وتقول لهم لا للسلبية، نعم لمشروع الله الحلو بحياتنا. فأنا بدي أقول إن شاء الله هالبذرة الرجاء، بذرة الحياة اللي زرعها ربنا بقلب بعكر داره للشيطان وقت الملع لرقبته بقيامته، أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا جحيم. حلوين هالكلمات. فهيدا منطق الحب دكتور، وأنتوا عم تشهدوا له. يعني نور سات اليوم هي نور فجر القيامة، النور اللي طلع من قبر يسوع تيقلن للي كانوا ناطرين برا جنود وغيرهم، أنتوا الموتى، إذا ما رح تفوتوا معنا لجوا ما رح تزبط الأشياء. فالحب اليوم أنا بقول أخذ المبادرة، خلينا ناخذ مبادرات حلوة. ما بعرف قديش أنا كتبت عنا كمان هيك شعر هلأ بالآخر نحكي عنه دكتور. فبقول أكيد اليوم للي عم يسمعونا، ما بدي أقول لهم إلا يعني أيامي مجيدة، وأكيد هالأيامي بدها تكون زلزال مثل الزلزال اللي صار من 2000 سنة لما قام يسوع. وهذا الزلزال بده نحن مرتله بترنيمة يجلجل في أعماقي، بدنا نحن نبلش نحط هيك نقاط جديدة، نكون علامات صارخة ونصرخ وين قوتك، وين جبروتك، وين مجدك يا موت. يسوعنا غلبك، كسرك، لغاك، بعدك موجود يمكن بس كفكرة. حلوة هالكلمات يا أبونا. ربنا يزيدك من نعمه كمان أيضا، وأنت حاضر دائما معنا. يعني إحنا كمان نتمنى لكل الرعية عندك مار شربل، عليكم إن شاء الله يا ربي فصح مجيد، ونتمنى لكم أعياد مجيدة ودائما. شكرا يا دكتور على كل اللي عم تعملوه كدور حلو. شكرا لك يا أبونا، وشكرا لصباحاتك. خلي ليك يا أبونا جار، إن شاء الله شي يوم هيك كمان متشرفنا بالاستوديو كمان لنحكي أكتر وأكتر عن نعم عن هذا النعمة الكبيرة اللي بناخدها من القيامة. شكرا لك. نحن رح ننهي هلا معك زي ما قلنا التالي للغالي، ونسلم بيروت. طبعا هلا بيروت عم تنتظرنا في برنامجها القادم على المباشر، فمنقول لك ومنحييك ومنحيي الجميع من خلالك يا ابونا لكل اللبنانيين الموجودين بالاردن هالفجر الجديد اللي عم بيشع من اصواتكم من قلوبكم. شكرا لك، شكرا لكل كمان اللي الاشخاص اللي تم التواصل معهم في هذا الصباح، بنقول لهم صباحكم نور وقيامه مجيده. والمسيح نعم قام حقا قام ونحن شهود على ذلك. صح. فشكرا لك. الله معكم. الان طبعا تسلم نور سات، نحييكم بلبنان وخلال الفتره الماضيه اللي كنتم متواجدين معنا ومتواصلين معنا، بنقول لكم صباحكم نور، يعطيكم العافية، وإن شاء الله لقائنا رح يتجدد في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء القادم بنفس التوقيت. فصباحكم نور وإلى اللقاء. أعجوبة تيليلوميير مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم، ولولاد ولادكم، وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك
عندك كلمة تريح قلبك ترجع الدنيا بتضحك لك نور ساتي ليل وميل نور ساتي ليل وميل نور ساتي ليل وميل نور ساتي رنم صلواتي ليل وميل محبة وخير ساتي ليل ومير نور ساتي ليل